استثمارات سعودية بمشروع كورب الزراعي في الشمالية. استقرار الأوضاع الأمنية وفتح المحال التجارية بسوق الدمازين. مزارعو الجزيرة يحذرون من تحويل المشروع إلى هيئة عامة. أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية من قناة البلد الفضائية. ارتفع سعر الصرف مجددا في تعاملات أسعار العملات الرئيسية بشكل جزئي لدى تجمازي وبعض البنوك السودانية، حيث تظهر المؤشرات ارتفاع أسعار الدولار برفقة الريال السعودي واليورو فقط في السوق الأسود اليوم الأربعاء، ويظل الارتفاع بنسبة طفيفة، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 566 جنيها للشراء، وارتفع سعر صرف الريال السعودي إلى 150 جنيها في السوق الموازي. قال المهندس الصادق محمد عثمان المدير العام لوزارة الموارد الاقتصادية لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية الوزير المكلف بولاية النيل الأبيض إن وزارته تستهدف زراعة 3,350,000 فدان خلال الموسم الصيفي الحالي. جاء ذلك لدى ترأسه بمكتبه بكوستي اجتماع اللجنة الفنية لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأبار الصادق أن 90% من المساحات المستهدفة سيتم زراعتها بالقطن المطري. وقال وزير الإنتاج إن التقارير الزراعية الواردة من المحليات تؤكد بداية الزراعة في بعض المواقع. وأوضح سيادته أن مكافحة الآفات تمضي بصورة طيبة، إلا وأن الموسم يواجه جملة من التحديات من بينها تأخر السياسات التمويلية للبنك الزراعي وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، فضلا عن تراجع عدد من الشركات الاستثمارية عن التمويل. وأضاف أن الاجتماع ناقش موقف الترتيبات للموسم الزراعي في جوانبه المختلفة. اطلع الأستاذ الباقر أحمد علي والي الولاية الشمالية المكلف على سير الإجراءات والخطوات الجارية لدخول المستثمرين السعوديين في مشروع كورب الزراعي، ورحب الوالي بالخطوة. وجه وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ومحلية دنقلة ومجلس إدارة المشروع بتذليل كافة العقبات أمام المستثمر السعودي بما يخدم ويساهم في تطوير المشروع وتنمية المنطقة. جاء ذلك لدى لقائه بوفد مجلس إدارة مشروع كورب الزراعي بمحلية دنقلة. من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة مشروع عز الدين محمد علي في تصريح لسونا أن المستثمر السعودي أكد رغبته في الاستثمار غرب المشروع وخارج حيازات الأفراد، مشيرا إلى أن المستثمر سيقوم بعد إكمال كافة المطلوبات والتوقيع على العقد النهائي واستيفائه للشروط الفنية والاستشارية من قبل وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية والجهات المختصة، سيقوم بتنفيذ جملة من الأعمال، منها زيادة السعة التشغيلية لبيارة المشروع وصيانة قنوات الري وإنشاء كباري وفق المواصفات المطلوبة ومد مزارعي المشروع بمدخلات الإنتاج وعمل ترعة موازية للترعة القائمة. أكدت الأستاذة رحبة سعيد عبد الله المدير العام المكلف للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس على اهتمام الهيئة بتأهيل وتدريب كوادرها في شتى المجالات وبمختلف الدرجات الوظيفية، مشيرة إلى أن تنمية الموارد البشرية تعد من الأولويات التي تحظى باهتمام كبير لبناء كادر مميز ومستوعب لخصوصية ورسالة المواصفات، والتي تسعى من خلالها لنشر ثقافة التقييس وحماية الاقتصاد الوطني وبناء جسور تتسم بالحيوية والفاعلية مع الشركاء وأصحاب المصلحة. جاء ذلك في مخاطبتها فعاليات الدورة التدريبية للموظفين الجدد بالهيئة. وأضافت الأستاذة رحبة أن كل المديرين الذين تعاقبوا على إدارة الهيئة وعلى مر السنين كانوا من المهتمين بتدريب وتأهيل الكادر البشري بما يخدم التطوير، وتعهدت بمواصلة مسيرة التدريب بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة في هذا الجانب، مناشدة ومواصية لهم بأن يكونوا على قدر المسؤولية المنوطة بهم في خدمة الهيئة والبلاد.
بحث والي شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن خلال ترأس الاجتماع الموسع الذي انعقد بقاعة أمانة الحكومة الذي ضم المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية ومفوض العون الإنساني ومدير فرع البنك الزراعي وأمين ديوان الزكاة، بحث معهما السبل الكفيلة بسد النقص في الغذاء في محلية المالحة وعدد من المحليات الأخرى بالولاية الذي نتج عن قلة هطول أمطار خريف العام الماضي. وقال مفوض العون الإنساني الدكتور عباس يوسف في تصريح صحفي إن الاجتماع قرر إرسال 2000 جوال من الحبوب إلى محلية المالحة التي يشكو سكانها من انعدام الغذاء، وأشار آدم إلى نتاج المسح الزراعي لما بعد الحصاد الذي قال إنها أثبتت وجود فجوة في الغذاء بمحليات الفاشر والمالحة وطويلة والكومة ومنليط تتطلب تدخلا عاجلا لمعالجتها، منوها إلى أن حكومة الولاية تعول كثيرا على الجهات الداعمة للمساهمة في سد ذلك النقص. ويذكر أن تقرير نتائج المسح الزراعي بالولاية لما بعد الحصاد الذي تم استعراضه في جلسة مجلس حكومة الولاية في وقت سابق قد أشار إلى أن العجز الذي سجلته شمال دارفور تعود أسبابه إلى قلة الأمطار وعدم شموليتها وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية وندرتها خلال فترة الموسم الماضي. أشار المهندس الصادق محمد عثمان المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية الوزير المكلف بولاية النيل الأبيض، أشار إلى التزام الوزارة بدعم كافة المشروعات والبرامج الرامية لحماية الموارد الطبيعية وحفظ التوازن البيئي. وأكد وزير الإنتاج لدى مخاطبته بكوستي الورشة التدريبية التي نظمها مشروع تكييف سبل كسب العيش الريفي مع تغير المناخ في القرن الإفريقي أن تنمية الموارد ستسهم في توفير الأمن الغذائي وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين إلى جانب خلق استقرار وسط المجتمعات والعمل على تحريك الصناعات الزراعية التحويلية. من جانبه أوضح الأستاذ صلاح سر مفوض العون الإنساني بالنيل الأبيض أن مثل هذه المشروعات ستساعد في الخروج من دائرة الإغاثات والانتقال إلى التنمية والاكتفاء الذاتي فضلا عن استقرار المجتمعات الريفية. إلى ذلك أبان المهندس النيل محمد التوم المنسق الولائي لمشروع تكييف سبل العيش الريفي مع تغير المناخ في القرن الإفريقي أن المشروع يعمل حاليا بمنطقة الباجة بمحلية الدويم ويستهدف المزارعين والرعاة بمناطق الهشاشة بغية تقليل الصدمات الناتجة عن التغيرات المناخية. شهد السوق الكبير بمدينة الدمازين حاضرة إقليم النيل الأزرق استقرارا ملحوظا، وكشفت جولة لوكالة السودان للأنباء بالسوق الكبير حالة الهدوء العام وعودة الحياة إلى طبيعتها. وفي استطلاعات واسعة أكد عدد من التجار أن الأوضاع مستقرة بفضل بسط هيبة الدولة والإجراءات التي اتخذتها حكومة الإقليم وأن الأوضاع تسير نحو الأفضل وهنالك كثير من المحال التجارية فتحت أبوابها. وقال عدد من المواطنين أن الأحوال عادت إلى وضعها الطبيعي والحركة منسابة، وناشدوا الجميع بالمحافظة على التعايش السلمي والبعد عن خطاب الكراهية ومآلاته. وصف الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مشاركته في اجتماعات المائدة المستديرة للتنمية المستدامة بنيويورك مؤخرا بالناجحة، وقال إنه عقد خلالها عددا من اللقاءات مع عدد من المسؤولين عن التنمية المستدامة على رأسهم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمنية محمد المسؤولة عن ملف التنمية المستدامة، حيث تم النقاش معها عن شؤون السودان والتقى بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال في مناطق النزاعات التي ناقش خلالها القضايا التي تخص أطفال السودان. وقال في تصريح صحفي عقب عودته للبلاد إن تقرير السودان الثاني الطوعي الذي تم تقديمه في الاجتماعات وجد الإشادة الكبيرة من المشاركين والمناقشة الجادة من الشركاء، وتم خلاله نقاش الأجندة الخاصة بالتنمية للعام 2030. أضاف قائلا قدمنا الدعوة لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة لزيارة السودان واستجابت لذلك، مشيرا لمشاركة دكتور أمين صالح ياسين وكيل التخطيط بوزارة المالية في الاجتماعات. حذر مزارعو مشروع الجزيرة والمناجل من تحويل مشروع الجزيرة إلى هيئة عامة تتبع لوزارة المالية، وأكدوا أن المشروع ليس ملكا للدولة وحدها وإنما هنالك أصحاب الملك الحر والمزارعين الذين ساهموا فيه، وقطعوا باستحالة تحويل المشروع لهيئة
لجهة أنه لا يمكن تجاوز المزارعين والملاك. وصف قيادي مشروع الجزيرة والمناجل فضل حاج بسمه أن تحويل المشروع لهيئة من المستحيلات، وأكد في تصريح صحفي أنه ليس ملكا للدولة، وإنما هنالك أصحاب الملك الحر والمزارعون الذين ساهموا في البنية التحتية من أرباح القطن ودفعوا من أموالهم وأسسوا خزان سنار. وزاد: لا يمكن تجاوز المزارعين والملاك في خطوة كهذه. وأكد المزارع محمد خير قرشي مناهضتهم لأي قرار يخص المشروع دون مشاركة أصحاب الشأن، مشيرا إلى أن المزارعين يفتقدون من يمثلهم في الوقت الحالي، وبالتالي سوف تكون هنالك وقفة جماعية تتصدى لهذا القرار. زراع الغابات الدكتور أبو بكر عمر البشرى عن إجراءات لتوفير التقاوي لصغار المزارعين. وأكد خلال لقائه مدير عام البنك الزراعي أمس توزيع التقاوي للولايات خلال هذا الأسبوع. من جانبه أكد مدير عام البنك الزراعي محمد آدم الاتفاق المبدئي مع شركات البترول لتوفير وقود الزراعة على أن تقوم بتوفير الوقود اللازم للمزارعين في شكل تمويل، وسيتم توقيع العقد اليوم الأربعاء مع هذه الشركات، كاشفا عن البدء في ترحيل 25 ألف طن من سماد اليوريا من بورسودان لأفرع البنك المختلفة كدفعة أولى، مؤكدا التعاقد مع شركة سودانية لتوفير نفس الكمية من سماد الداب. وعدد مدير عام البنك الزراعي بالسعي لتوفير المبالغ اللازمة لتمويل السلام. كشف المهندس محمد عبد الرحيم محمد طاهر مدير محطات تحلية مياه البحر الأحمر عن وجود أزمة مياه حادة بالولاية، وقال إنها أزمة متكررة سنويا في فصل الصيف. وأشار في تصريح صحفي أن الأزمة بدأت مبكرة هذا العام، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الطمي في السدود، مبينا أنه هناك سدود خرجت من الخدمة. وقال إن كل محطات التحلية ببورسودان متوقفة تماما بسبب عدم الصيانة والحوجة الفعلية للمياه بنسبة 70%، والآبار تنتج أقل من 25 فقط، مبين أن هنالك مجهودات تقوم بها الولاية وإدارة المياه. وأشار إلى أن جوز المويه في بورسودان وصل إلى 400 جنيه، موضحا أن الحلول تكمن في إعادة تأهيل السدود وحل مشكلة الطمي وصيانة محطات التحلية، مؤكدا أن ولاية البحر الأحمر فقيرة من المخزون المائي. فاصل القصير ونواصل النشرة الاقتصادية. أهلا بكم، ونختتم هذه النشرة ونعود لنذكر بعناوينها. استثمارات سعودية بمشروع كوربا الزراعي في الشمالية. استقرار الأوضاع الأمنية وفتح المحال التجارية بسوق الدمازين. مزارعو الجزيرة يحذرون من تحويل المشروع إلى هيئة عامة. مزيد من الأخبار في الحصاد الإخباري الأخير عند الثامنة. تقبلوا تحياتي وتحيا فريق العمل، إلى اللقاء.